في غضون ذلك قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إن الدولة مستقرة والأداء الأمني مستقر، وأن ما تحقق من إنجاز في مشروع قناة السويس الجديدة وانطلاق الدولة في جهودها نحو التنمية خير شاهد على هذا الاستقرار. وأضاف الوزير خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات وضباط الأمن المركزي أن الأجهزة الأمنية قادرة على تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن إتمام العملية الانتخابية بشكل آمن مسؤولية وطنية. احنا بنواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخ مصر، وبنواجه هجمة إرهابية واسعة جدا يمكن مصر لم تواجهها في تاريخها الحديث، وإنه مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار هي مسؤولية جهاز الأمن ومسؤولية كل واحد فينا. عايزين نوصل في أقصر وقت ممكن إلى الاستقرار الكامل بحيث لا تكون هناك حادثة واحدة من أي نوع خاصة في مجال الإرهاب. احنا ان شاء الله قادرون بجهدنا جميعا وبعطائنا جميعا وبإصرارنا وبإرادتنا ان احنا نحقق الاستقرار ونحقق الأمن في كافة ربوع الوطن، احترام المواطن واحترام كرامته واحترام حقوقه. ده جزء لا يتجزأ من أداء جهاز الشرطة، وإنه العلاقة الطيبة والارتباط الجيد بالمواطنين ده هو الظهير الحقيقي اللي بيدعم أدائنا.